والله جا حبيبي على البيت. تعال بحب اجي محمد يا ناوي عندي ناوي يالا عندنا بالقصاصه يالا عم اطلق 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 صال. وفي نفس الوقت عملناها رحله صيد. المكان ده هو 10 فدادين او 15 فدان. في تعابين كتير، وطبعا الفلاحين كلمونا اكتر من كذا مره، واحنا النهارده هو جايين نطهروا المكان على الطبيعه، ودعواتكم معانا يا رب ان ربنا يسترها معانا يا رب. يلا بينا. وفي بيض يا جماعة، هو بيض تقريبا عصفر تقريبا مطلع اهو نايمة تحت. في عصفر جوا يا جماعة، بس الشق غويط. وفي بيضة اهوت، بيضة اهوت تقريبا العصفر رميه بره، واحنا ان شاء الله باذن الله كل ما جيت في عالم الطبيعه يعني انتظرونا. احنا دي عصفر ديت اسمه الوروار، تقر الوروار. اقطعها تمام ماشي. هنا شق تعال، هي داخله هنا، في شق فوقها. فين صور؟ وانا جد انا عايزك تاخد بالك مني هنا وتصور. انا متصور يا والله متصور عادي. ده كبير. شوف شوف. واحنا يا جماعه شغالين في المنطقه ديت، العشر فدادين دولت مكان فيه تعابين كتير. اتصل بينا الاخ المحترم دهوت وهو بعبي تيم، قال لي الحق قدامي في تعبان، وانا سبت الشغل اللي ورايا هنا واحنا جينا ايه على المكان. تعالوا يلا نشوف هو اللي حصل بالظبط. ايه اللي حصل يا حبيبي؟ والله انا بشد القش دوت، لقيت فيه حنش راقد في القش اهوت، بس انا سبت ما مشي بالقش. يا جماعه المنطقه دي بحال تعابين، وهو طبعا لما شافنا هو زعق لي، قال لي الحق في تعبان، الظاهر هم بيجوا على الطريق. فدعواتكم معانا يا جماعه ان ربنا يستر. الله يصلح حالك. في بالظبط هنا؟ لا وفي الفتنة. تمام تمام. طب بص. كبير ولا صغير؟ حلو كده. هو في الكم ده. طب ماشي، احنا بس من نعمله ايه قدامنا فيه؟ نخلي لك انا نشيل لك الشويه ده كده ورا. لا سيب سيب سيب. امسك الفوق. هو ده اللي كنت بقوله. لما تقفل الشنطه حلو احسن يطرم الشنطه. انا متصور. وقف معانا سوا. احنا لما نزيح حواليه. يا فاره هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى اكل التعابين اجمد مني. تمام هنخلي الشنطه على جنب لان احنا بقى شكلها فرق كتير. شوفين حق على الشعب حميد صغيرين بين هم بالراحه بقى بس بالراحه. لا ما شاء الله يا جماعه رزق الدساس البلدي ولدي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نقص السحب حميد نقص. والله كان عندي ثلاثه في الضله وقلت لي جبتهم. الفيران الصغيره هيتغذى بيها ان شاء الله الدساس البلدي والتعابين الصغيره اللي عندنا ان شاء الله باذن الله. فدعواتكم معانا ان شاء الله باذن الله، وكل ما جيتوا على الطبيعه ان شاء الله. بس ما تخش حته كبيره بخير كده الحق. الحق يحيى سوى يحيى سوى يحيى. الكتعبان يا جماعه هو وصلنا له على اخر. لا ارجعوا ورا يا جماعه، ارجعوا ورا. التعبان يا جماعه هوت، التعبان يا جماعه هوت لقيناه في اخر شويه قش اهوت، وجماعه هم بيشتغلوا. فالتعبان ده هو يا جماعه عرفنا نوعه كويس. التعبان ده نوع ابو السيور، يمتلك غدد سميه ولكن سامه ضعيف على البشر. واحنا ان شاء الله مسكناه اهوت. تمام مسكناه اهو. تمام ومسكته يا جماعه اهيت. بعضين يا جماعه، بعضين يعض براحته. شايفين عض تحت يا جماعه؟ عم اطلق 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 يا اخي.
ليه طبعا يا جماعه ما حدش يقلدني ولا حد يعمل زيي عشان خاطر ما حدش ينأذي. ممكن اللاجو ديت ايه النتاي حامل فيها بيض والذكر احتمال اللاجوه. تمام يطلع يا عم. ديت كان جاي عشان الفراخ دي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت تعبان ده اهوت هيغير توبه قريب اهوت لونه مايله للرماد. تمام والحمد لله ان احنا طلعناه بخير وسلام. واحنا ان شاء الله الرحله بتاعتنا ما راحتش على الهدر كده. الرحله بتاعتنا جابت تعبان وان شاء الله كده هنزلوا الفيديو ديت وان شاء الله تابعونا ان شاء الله. ما في اي حاجه ثاني هنا ان شاء الله هنوريكم على الطبيعه ولسه ان شاء الله ايه ما خلصناش صيد ولما نخلص صيد هنختم الحلقه ان شاء الله. هات زي ما انت والله حلو يا عمي. وانت بتقوله ده ما كانش هنا نقول لكم نوم سعيد. طبعا يا جماعه مش عايز بس مش عايز حد يقلدني عشان خاطر من ازاش التعبين دهيت ممكن يكون سامي الواحد يمسكها ينعض يجيب نفسه ايه المشاكل. ولكن احنا واخدينها كخبره من زمان وفضل الله ما حدش يعمل زيني. اي تعبان حد يشوفه يكلمنا على طول لانه ممكن يمسكه ويطلع سامي يموت فيه. تمام ما حدش يقلدنا ولا حد يدعوه بي عشان خاطر من ازاش كده يا جماعه. ايه انا ساكنه ايه خمس سبع فران وتعملها بالسيور وان شاء الله ايه وثلاث اربع سحان. تحيا مصر ان شاء الله بجلال. شغل الله ينور عليك استاذ عبد الحميد. والله ندور ثاني. ايوه دور زي ما انت ماشي. هو خلاه علاقه وذكر رس يا مسافر. مش كانوا الاثنين مع بعض فين مع بعض الاثنين؟ لا انا ما اعرفش بقى. انا اول فين مع بعض. استنى يا حبيبي انت اسكت يا حبيبي انت خليك ورا. لا النهارده الراجل المحترم ده ايه كمان احمد ابو احمد ده يا جماعه والله العظيم قال تعبان. احنا كلنا كدبناه قلنا له ازاي تعبان ومش تعبان. تم مصاب مصير ان هو تعبان وفعلا لغايه تعبان ابو سيوف ان شاء الله. خد بتاعه. على فكره يا جماعه معظم الفلاحين التعبان بيعضهم فيكون غير سامم فمن كتر الفجعه ومن كتر الخوف يموت. فرق كبير حتى مش صغير. لا بتلقاش براح براح والله الحليه يا اسطى مش حالي هناك طاو هناك طاو والحم يا جماعه. احنا مسكنا فاره اهوت كمان بقى الفار الثامن دي كنا محتاجين كميه في... امسك الفار. امسك الفا امسك الفا امسك الفا امسك الفا او فينك اهو. لما مسكت الفار اجمل اجمل صياد في العالم. الفار هيعضني اقتله. هات قماشه قماشه ادوا قماشه. استنى يا اسمك ايه انت استنى يا ابو احمد اهو يلا والله احنا ما الحق الحق على احمد ابني وعلى الثاني يا جماعه. براحتك انت براحتك ما تخبنيش بقى استنى مش عارف خايف نشوف احنا بس ايه. الله الله عليك يا ابو لمعي. الله الله عليك فيران كتير. الحق اهو سيبه 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 سيب. اه كمان واحده. اه اه ما حدش سنح 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 سيبه خلينا جوه يا احمد. ان شاء الله احنا جيد الحاج عبد الحميد عندنا هنا جيه بحالها اكل وخير ان شاء الله. بالرحمه انا شايف بس اوعى لو الفار فلت تقتله احسن ما يهرب. يعني انت هتاخده مقتول عادي؟ عادي. اقتله انا بخاف. استنى 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 انا بخاف منه. مسكوا عضني. انت المفروض تجيب لك جوي انت خلع بحميد. والله زين. يا جماعه والله العظيم احنا النهارده. الحق. فيه؟ اه اه اه. تعال بحب اجي محمد يا ادناوي يا يالا عدنا بالقصاصه يالا. مسكنا فريان تولدي هات بقى عجبك كبير بالراحه بقى. خد شويه صغيرين خالص عشان خاطر مين هيقطعوا القماشه يا حي. لا ما شاء الله سحالي حاجه من الاخر. شايف الجمال يا جماعه سبحان يا جمال رباني يا جماعه سبحان الله. لو خدتوا بالكم سحليه يعني قويه جدا. طبعا يا جماعه النهارده اهوت في ارض الجالي عكاشه تبع مركز حوش عيسى محافظه البحيري باتصال من ابو احمد. احنا كنا النهارده شغالين هنا تطهير بالكامل بالتعابين والزواحف والسحالي والحمد لله. هو كان بيعبي التبن ديت لما شافنا من التهرم زعاجه طلعنا بتاع حوالي عن 15 فار وثلاث اربع سحالي سحالي دفاني وطلعنا تعبان ابو السيور. واحنا ان شاء الله كان معاكم محمد الحداد صيد الطبيعه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس
وحنسيب لكم رقم تليفون ان شاء الله في اول الشاشه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.